السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في ناس كتير بتبقى عايزة تعمل بحث علمي ومش عارف ايه الموضوع اللي اكتب فيه، او خايف يكتب في موضوع يطلع قديم بعد ما ينزل فيه. في موقع كويس جدا بنستعين بيه في حاجة زي كده، nsf.gov government، اللي هو National Science Foundation. تمام. طيب ممكن اقول له awards وادوس، فبيبدأ يجيب لي محرك البحث بالشكل دوت. هختار active awards، يعني عايز نشوف الحاجات الحديثة واللي واخد الجوائز الحديثة. اكتب له مثلا بن، وممكن تكتب مثلا 2020 او 2019 مثلا عشان تتأكد ان هو يجيب لك اخر ابحاث. زي ما انت شايف اكتب اورد سيترو، بيبدأ يجيب لي ابحاث وبيجيب لي هنا فلاتر بحيث مثلا لو انت عايز حاجة سبيشال معينة، جوائز معينة وهكذا. طيب اخترت مثلا البحث دوت، فبضغط عليه وببدأ اقرأ البحث دوت. خلي بالك البحث بتقرا فيه تلات حاجات، تقرا فيه المقدمة، تمام، تشوف هل هو ده البحث اللي بتدور عليه ولا لأ. الفهرس بحيث لو في نقط مهمة تقراها، لو في نقط مش مهمة ممكن تتجاهلها. والخاتمة بحيث تعرف الراجل وصل ليه. ممكن يكون مثلا عامل بحث على العوامل المؤثرة في المبنى ولقى انهم 10 نقط، هو قال لك انا في البحث ده ركزت على النقطتين، اللي عايز يكمل ممكن يركز على بقية النقط. فببدأ اشوف الابستراكت اللي موجود هنا، ممكن ده يفيدني ان انا اعمل الابستراكت بتاعي، اعدل فيه واشوف ايه النقط اللي انا المفروض اركز عليها. فدي اسهل طريقه عشان تبدا البحث العلمي بتاعك، او تبدا في رساله الماجستير او رساله الدكتوراه، تاخد اخر افكار الموجوده.